الصحف الإنجليزية وماذا قالت عن هذا اللقاء اللي سحق فيه طبعا ليفربول رينجرز بنتيجة 7-1. نبدأ أولى الصحف الإنجليزية التي كتبت عن الكابتن محمد صلاح وهي جريدة إكسبريس. عرض مو السريع. صلاح دخل كبديل ليسجل هاتريك في وقت قياسي. ذا جارديان: صلاح يصنع التاريخ بعد بداية مرعبة. ستار: فيرمينيو بدأها بثنائية ثم دخل صلاح ليسجل 3 أهداف في 6 دقائق. مترو: ليفربول حصل على رخصة قيادة السيارة. صلاح الناري سجل هاتريك تاريخي أمام رينجرز المحطم. ديلي ميل: ستات وسبعات، صلاح سجل هاتريك في 6 دقائق وليفربول يكتسح رينجرز بالسبعة. ميرور: مو يطير، أهداف في 6 دقائق، سوبر صلاح يسجل أسرع هاتريك في دوري الأبطال. 3. تلغراف: صلاح العظيم سجل 3 أهداف في 6 دقائق. ذا تايمز: صلاح يضرب بهاتريك في 6 دقائق. رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد ارتفع إلى 8 أهداف هذا الموسم. دي الصحافة الإنجليزية.